تربية القطط والعناية بها تتطلب بعض الاهتمام والعناية لضمان صحة وسلامة القطط الصغيرة ونموها بشكل صحيح. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم جميع النصائح والمعلومات بشكل مختصر لتربية القطط الصغيرة بشكل صحيح وتوفير الرعاية اللازمة لها. اختيار القط الصغير المناسب. قبل الشروع في تربية القطط الصغيرة يجب اختيار القط الصحي الذي يبدو نشيطا وحيويا ولا يظهر عليه أي علامات للأمراض. ويفضل اختيار القط الصغير الذي لا يتجاوز عمره 12 أسبوعا. توفير المكان المناسب. يجب توفير مكان مناسب وآمن للقطط الصغيرة حيث يمكن للقط أن يشعر بالأمان والراحة. كما يجب تجنب ترك القط الصغير بمفرده في أماكن خطرة مثل المطبخ أو الحمام. تغذية القط الصغير. يجب توفير طعام صحي ومتوازن للقطط الصغيرة ويفضل استخدام الأطعمة الجافة الخاصة بالقطط وتقديمها بشكل منتظم. ويجب تجنب إطعام القط الصغير بالأطعمة الدهنية أو الحلويات. توفير الماء النظيف. يجب توفير ماء نظيف وجديد للقط الصغير بشكل منتظم ويجب تنظيف وتغيير وعاء الماء بشكل يومي. تنظيف الصناديق. يجب تنظيف الصناديق الخاصة بالقطط الصغيرة بشكل منتظم ويجب تغيير الرمال الخاصة بالصندوق بشكل يومي. التدريب على استخدام الصندوق. يجب تدريب القط الصغير على استخدام الصندوق ويجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وباستخدام الحوافز مثل الأكل اللذيذ والإشادة. يمكن أيضاً وضع القط الصغير في الصندوق بشكل دوري لتحفيزه على استخدامه. تقديم اللعب والترفيه. يجب توفير اللعب والترفيه للقط الصغير حيث يحتاج القط الصغير إلى ممارسة النشاط البدني والتسلية. يمكن شراء ألعاب خاصة بالقطط مثل الكرات وألعاب الصيد والتسلية. زيارة الطبيب البيطري. يجب زيارة الطبيب البيطري بشكل دوري للقطط الصغيرة حيث يحتاج القط الصغير إلى التطعيمات اللازمة والفحوصات الصحية للتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية. تقليل التعرض للمواد الضارة. يجب تجنب تعرض القط الصغير للمواد الضارة مثل المبيدات والمواد الكيميائية حيث تسبب هذه المواد مشاكل صحية للقط الصغير. التدريب على النظافة الشخصية. يجب تدريب القط الصغير على النظافة الشخصية حيث يحتاج القط إلى الاستحمام بشكل دوري وتنظيف أظافره. يمكن تقديم المكافآت للقط الصغير عندما يتمكن من القيام بذلك بشكل صحيح. التغذية السليمة. يجب تقديم الطعام الصحي والمتوازن للقط الصغير حيث يحتاج القط الصغير إلى البروتينات والفيتامينات والمعادن للنمو بشكل صحي. يمكن شراء الأطعمة الخاصة بالقطط المصنوعة خصيصا للقطط الصغيرة ويجب تغيير الطعام بشكل دوري حتى لا يتعود القط الصغير على نوع واحد من الطعام. التعرف على لغة الجسد للقطط. يجب على مربي القطط الصغيرة تعلم لغة الجسد للقطط حيث يتحدث القط بالتحركات والأصوات والملامح الوجهية. يجب الانتباه إلى علامات السعادة والتوتر والغضب في القطط الصغيرة
لتحسين التفاعل والتواصل معه. الاستخدام الصحيح لصندوق الرمل. يجب تدريب القط الصغير على استخدام صندوق الرمل، حيث يتم استخدام هذا الصندوق لإتاحة الفرصة للقطط الصغيرة لإزالة النفايات. يجب وضع الصندوق في مكان هادئ وتنظيف وتغيير الرمل بشكل دوري. العناية بالأظافر. يجب تدريب القط الصغير على الاستخدام الصحيح لأظافره، حيث يحتاج القط الصغير لتقليم الأظافر بشكل دوري لتجنب الخدوش والأضرار. يمكن شراء أدوات تقليم المخصصة للقطط وتدريب القط الصغير على استخدامها. تقليل التوتر. يجب تقليل التوتر والضغط على القط الصغير، حيث يتأثر القط الصغير بالضوضاء والتغييرات المفاجئة في البيئة. العناية بالشعر. يجب تنظيف فراء القط الصغير بشكل دوري، حيث يحتاج القط الصغير إلى تنظيف شعره للحفاظ على صحة جلده وتجنب التشابكات. يمكن استخدام فرشاة خاصة بالقطط لتنظيف الفراء وإزالة الشعر الميت. الزيارات الدورية إلى الطبيب البيطري. يجب على مربي القط الصغير القيام بالزيارات الدورية إلى الطبيب البيطري، حيث يتحقق الطبيب من صحة القط ويعطي العلاجات اللازمة إذا لزم الأمر. الترفيه. يحتاج القط الصغير إلى اللعب والتسلية لتحسين صحته النفسية والجسدية. يمكن شراء الألعاب الخاصة بالقطط واللعب مع القط الصغير لتحفيزه وتعزيز علاقتكما. الاندماج في المجتمع. يجب تعليم القط الصغير الاندماج في المجتمع، حيث يتم تدريبه على التعامل مع الناس والحيوانات الأخرى. يمكن التدريب على السلوك الإيجابي وإعطاء المكافآت عند السلوك الصحيح. الحفاظ على الصحة النفسية. يجب العناية بالصحة النفسية للقط الصغير، حيث يحتاج القط إلى الشعور بالأمان والراحة والحب. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير بيئة آمنة ومريحة للقط الصغير والتفاعل معه بطريقة إيجابية. تربية القطط تحتاج إلى الكثير من العناية والتفاني، حيث يحتاج القط الصغير إلى الحب والرعاية للنمو بشكل صحي. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الغذاء الصحي واللعب والترفيه.